اهلا وسهلا فيكم بوصفه حلوه كتير كتير بحبوها الكبار والصغار اللي هي الصفوف. كلنا متعودين انه الصفوف يكون لونها اصفر، حاطين بقلبها زعفران او حاطين بقلبها الكركم مثلا. اليوم الشيف شادي راح يعملها مع دبس العنب. شغلي مهم كتير بالصفوف هي مية اليانسون. منجيب اليانسون نحنا ومنغلي اليانسون مع 2 كوب من المي، وهيدي المقادير لخمس اكواب من الطحين. من بعد ما غليناهم مع 2 كوب من المي منصفيهم حتى يبردوا بعض الشيء. هيدا كمان واو، الريحة شو حلوة والطعمة شو حلوة، ممكن كمان نشربه مثل الشاي. ينسون في أطيب منه؟ غير الينسون بحاجة لا الطحين مثل ما قلت، زيت النباتي، دبس العنب، حليب البودرة، عندنا كمان الطحينة حتى ندهن فيها الصينية، عندنا السمسم كمان تنحطه بقعر الصينية، وعندنا البيكنج باودر. رح بلش أنا بسرعة نخلط المكونات مع بعضها، وهيك بيكون برد عنا او بردت عنا مية اليانسون. لكن الطحين كله سوا هون بهالطريقة. رح ضيف عليهم الحليب البودرة، كل خمس اكواب بدهم 8 ملاعق كبار من حليب البودرة، وبدنا 4 ملاعق صغار من البيكنج باودر. 4 ملاعق صغار من البيكنج باودر يعني ملعقتين كبار، اوكي؟ ملعقتين كبار بهالطريقة. كمان من البيكنج باودر. وهلا نخلط المكونات الجافه مع بعضها شوي صغيره قبل ما نبلش نضيف الزيت والدبس وبعد ذلك ميه اليانسون. يلا هلا منكون ضفنا كل مية اليانسون اللي هن كوبين، وتطلعوا بالعجينة كيف لازم تكون. من بعد ما عجناها حوالي 10 دقايق يا شيف شادي، وهيدي هي العجينة. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط الطحينة على الصينية وندهن الصينية. طلعوا كيف؟ هالطريقة ناخذ كل الطحينة نبلش ندهن الصينية اللي عندنا بهالطريقة. شوفوا كيف؟ وبيكون أنا عندي من السمسم الني، هالسمسم الني بدي خليه يطلع على كل جوانب الصفوف. شو بعمل أنا ساعتها؟ بجي برش السمسم بالقعر بهالطريقة. طلع شفتوا كيف؟ بصير عندي السمسم من تحت ومن فوق، كمان على الجوانب كله 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 سوا، وبجي منحط اوكي العجينة كلها سوا مننزلها مثل ما شايفين بقلب الصينية. وهيدي الصفوف بالدبس جربوها ولا اطيب من هيك. اذا بدنا نعملها مع الزعفران ما في اي مشكلة، منزيد 2 كوب من المي مع ملعقتين من الكركم، او اذا بدنا نستعمل زعفران بنستعمل حوالي نص ملعقة صغيرة من الزعفران، اوكي؟ يعني بيعطينا لون اطيب واحلى، بتعرفوا الكركم كمان طعمته طيبة بس مش هو زيته الزعفران. اوكي؟ بهالطريقة هيك نجي نحن ننزل. هلا لازم يكون عندنا وعاء في شوية مي، منغط ايدنا بالمي ومنمسحها اوكي على الصفوف حتى تاخد اوكي القياس تبعولا والمقاس تبعولا والعلو تبعولا بقلب الصينية. مننظف جوانب الصينية قبل ما نحط الصفوف او النمورة او الكنافة، دايما
اي نوع من الحلويات عندنا الصينيه وموسخه حروفها لازم ننظفهم قبل ما نحطها بالفرن. يلا جهزوا حالكم تنحط الصفوف بالفرن. وصارت جاهزة للفرن. حرارة الفرن شي 170 درجة، بدها حوالي 15 دقيقة 20 دقيقة، يعني 22 دقيقة ماكسيموم بتكون جاهزة. منولع عليها من فوق اوكي، ومنعطيها اللون الأحمر الحلو. أكيد ريحتك رح تطلع بتعقد مع الدبس. يلا والصفوف صاروا جاهزين. نطفي الفرن بالطريقة. واو توي يا شيف شادي، بحرق ايديك. بتعقد بتجنن اكيد، مثل ما شايفينها قدامكم هون انه بعدها سخنة بس بتطوش، بتعقد بتجنني، ولونك مثل لون الدبس. وصفة بتعقد كتير حلوة، فيكن تجربوها كل يوم وردوا علي خبر قديش طيبة. باي.